برا برد ومطر. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله على هذه النعمة. أحبابي، إيش تتوقعون درسنا اليوم؟ إيش تتوقعون مع هذه الأجواء اللي عشناها اليوم؟ إيش تتوقعون راح يكون درسنا؟ إيش مناسب يكون درسنا اليوم؟ إيش تتوقعون؟ أيوة تفضل. عن البرد. عن البرد. ما شاء الله، ممكن. يلا نشوف مجموعة ثانية. أيوة مجموعة عن يكون الدرس عن المطر. الأجواء برا ممطرة، ممكن يكون درسنا عن المطر. ها قربتوا شوي. ها سيكون عن الرياح، ممكن سيكون عن الرياح. مطر والرياح في الخارج كبيرة. ممكن نسمع مجموعة أخرى؟ أعتقد أنه سيكون عن الطبيعة أو الغابات. ممكن يكون عن الطبيعة وعن الغابات، لأن ما شاء الله الأجواء الممطرة هذه قد تكون في الطبيعة وكذلك عن الغابات. ما شاء الله تبارك الله، أنتم جميعا يعني الموضوع سيكون إن شاء الله قريب من الجميع، شيء يشمل هذا كله، وسندرسه إن شاء الله لمدة وحدة تعليمية كاملة لأكثر من 6 موضوعات ودروس متعددة فيها زيارات وفيها رحلات. موضوعنا سيكون بإذن الله عن الطقس. عن إيش؟ الطقس. عن الطقس، سيكون عن الطقس. فهيا بنا نبحث في هذا الموضوع. إذا موضوعنا سيكون كما ذكرنا عن الطقس. سنتكلم بشكل كامل عن هذه الوحدة التعليمية. سندرس الغلاف الجوي، سندرس كيف تتشكل الغيوم، سندرس الغلاف الجوي وملحقاته، سندرس عن الرياح وأنواعها وأشكالها، سندرس عن الأماكن الباردة والأماكن الحارة، سندرس كيف تؤثر الرياح على النباتات، كيف تؤثر الرياح على حركة السفن، كيف تؤثر الرياح على حركة الناس. سنبحث في وحدات إثرائية عن الأعاصير. سنبحث كذلك عن ما يسمى بعملية الاستمطار. سنتحدث كذلك عن أنواع كثيرة جدا من المدن التي تتأثر بالأمطار والدول التي تتأثر بالأمطار، آثار الأمطار على هذه الدول، آثار هذه الأمطار على هذه المدن. سنتحدث كذلك عن السابق، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا المطر فأحيا به بلاد، وأنزل هذا المطر فأهلك به أقوام. سنتعرف لوحدة هذا الطقس بكل ملحقاته، من الرياح، من الأمطار، من السحب، بحيث أن الجميع إن شاء الله يبحث في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. سنبحث في هذا الموضوع وسيكون إن شاء الله على شكل إيش؟ ورش، وسيكون على شكل مجموعات، وعلى شكل كذلك مشروعات. كل مجموعة ستأخذ إن شاء الله المشروع الذي تريد أن تدرسه. فنتعرف إن شاء الله على هذا الموضوع. سيكون عندنا قيمة كما نأخذ كل يوم. قيمة اليوم ستكون مأخوذة من هذه الوحدة التعليمية. فقيمة اليوم ستكون عندنا عن نعمة الماء، وهذه مأخوذة من هذه الوحدة التعليمية. تتوقعون مأخذينها من إيش إحنا الوحدة؟ يعني نعمة الماء هذه من أي شيء؟ من أي شيء؟ المقطع السابق اللي أخذناه، من نعمة المطر. ممتاز، من نعمة المطر. فنعمة الماء التي أنعم الله علينا هي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. في واحد يقول لي ما هي أهم، في كلمة واحدة، ماذا يعني لنا الماء؟ ماذا تعني لنا هذه النعمة العظيمة؟ تفضل. الماء يعني الحياة. ممتاز، الماء يعني لنا الحياة. الحياة، جميل. طيب هل نعرف
آية من كتاب الله على الماء؟ نعم، تفضل يا مطرف. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ممتاز، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهنا الماء هو الحياة. الماء حياة للإنسان، حياة للنبات، حياة للحيوان، حياة لهذا الكون كله. جميل جدا. طيب سؤال آخر، وهي من هذه النعمة العظيمة، إذا عرفنا أن الماء هو الحياة، والله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، كيف نحافظ على هذه النعمة يا أبنائي؟ كيف نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي هي حياة لنا وللناس جميعا؟ من يذكر لي شيء ممكن نحافظ به؟ نعم، تفضل بدر. ألا نسرف في الماء. ألا نسرف في الماء، ممتاز. تفضل زياد. إذا جينا نفرش أسنان نطفي الماء عشان ما نسرف فيه. ممتاز، إذا جينا نفرش أسناننا نقتصد في استخدام الماء، ما نفتح الصنبور على آخره ونخلي الماء يهدر ونفرش أسناننا، نغلقه نفرش الأسنان ثم بعد ذلك نفتح صنبور الماء. ممتاز يا زياد، ممتاز. إذن قيمة هذا اليوم هي هذه النعمة العظيمة التي يجب أن نحافظ عليها، وسندرسها إن شاء الله تعالى بشكل أوسع من خلال هذه الوحدة التعليمية. إذن بصوت واحد فلنحافظ على الماء. طيب سيكون عندنا إن شاء الله أداة قياس لمعلوماتك السابقة حول هذا الطقس. درسنا في الصف الأول والثاني والثالث والرابع والصف الخامس، فإحنا نريد الآن نعرف معلوماتك، نريدك أنت تقيم المعلومات السابقة اللي عندك. فسوزع أوراق، هذه فردية كل طالب لوحده. تفضل مجموعة الأولى، وزع مجموعتك. المجموعة الثانية، وزع المجموعة. المجموعة رقم ثلاثة، مجموعة الصيف. مجموعة الخريف، تفضلوا. هذه المعلومات معلومات سابقة، اكتب أي معلومة سابقة حتى لو ما تعرف شيء، اكتب المعلومات السابقة اللي عندك، اكتب المعلومات السابقة اللي عندك عن الطقس فرديا، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. تفضلوا يا شباب. السؤال الأخير اربط، ها تربطها مش بالأرقام، بالأسهم. أيوة كويس، بالأسهم تربطها بالأسهم. اكتب اسمك لأني برجع لك الورقة هذه مرة أخرى تراجع فيها المعلومات. في السؤال الثاني زميلكم يسأل، عندنا أربع خيارات تضعها في الخيارات الثلاثة، اختر أي واحدة منهم وضعها. أنت لا تحرص أنك تجيب الإجابة الصحيحة، أنت أجب بالمعلومة السابقة اللي عندك اللي درستها سابقا. قيم نفسك الآن، هذا تقييم لمعلومتك السابقة. المعلومات اللي راح نأخذها في الدرس سندمجها مع معلوماتنا السابقة ونخرج بمنتج نهائي إن شاء الله تعالى. طيب يلا نجمع الأوراق الآن، كل رئيس مجموعة يجمع الأوراق. تفضلوا. ممتاز، مجموعة الصيف، مجموعة الربيع، مجموعة الخريف، مجموعة الشتاء، ومجموعة الصيف. ممتاز يا شباب، ممتاز.
طيب ننتقل الآن إلى مشهد مرئي. المشهد المرئي عن الطقس، أنت تلاحظ الفيديو الموجود وتسجل ملاحظاتك. راح نستفيد من هذه الملاحظات الآن في هذا الدرس. خلوكم معنا. طيب يبدأ. قلم جميل أزرق على مسافة 150 مليون كيلومتر من الشمس. هذا الكوكب الرابع وطن لنا. إنه الكوكب الثالث بعدا عن الشمس وأول كوكب يتبعه القمر. بينما يتقارب. اكتبوا عن الكرة الأرضية كيف تحتوى الشمس والقمر كيف سيكون وضعها. لك معي ورقة. جابوا للتعلم. الآن نريد أن نعرف من خلال المعلومات السابقة اللي موجودة عندكم تعلمتوها، وماذا نريد أن نعرف عن الطقس؟ ماذا تريد أن تعرف عن الطقس؟ ما هي معلوماتك وماذا تريد أن تعرف حتى ننطلق فيها في هذه الوحدة؟ أنا عندي معلومات أبي أعلمكم إياها، وأنتوا عندكم معلومات تريدون أنكم تتعلمونها. فبوزع عليكم هذا الجدول وأنتوا تعبون هذا الجدول جماعياً، كل واحد يذكر شيء يريد أن يتعلمه. واضح؟ طيب نبدأ بمجموعة الشتاء. تفضلوا. مجموعة الربيع. تفضل. ممتاز. مجموعة الصيف. تفضل. مجموعة خليل. تفضل. لكم 5 دقائق نعبئ هذا الجدول. ماذا نريد؟ خلوكم معي يا شباب في السبورة، خلوكم معي على الشاشة. ماذا أعرفه عن الطقس؟ ماذا أعرفه عن الطقس؟ وماذا أريد أن أعرفه؟ معلوماتك، والآن ماذا تريد أن تتعرف عليه؟ ماذا تريد أن تتعرف عليه؟ تفضل. يعني هذه المعلومات اللي تعلمتها من أول ما شوي معلومات سابقة، تكون هذه 2 شرائح فقط. مهم عندي ماذا تريد أن تتعلمه؟ ماذا تريد أن تتعلمه؟ في أشياء في بالي عن الطقس تريد أن تتعلم، بس حط بعض المعلومات اللي تعرف عشان أنا أعرف إيش أعرف. واضح يا شباب؟ هنا المعلومات السابقة اللي موجودة عندكم، معلومة معلومتين. المهم عندي ماذا تريد أن تعرف؟ إيش الأشياء اللي نبيها الآن نحط فيها خطة نتعرف عليها. الآن كل مجموعة دونت ماذا تعرف عن الطقس من خلال معلوماتها شخصية وجماعية، ودونتوا كذلك ماذا تريدون أن تعرفون عن الطقس. ماذا نريد أن نعرف؟ هذه راح نشكل منها وحدتنا التعليمية. الأهداف الموجودة عندي، كذلك الموضوعات الموجودة في الكتاب مصدر كمصدر، وكذلك المعلومات التي تريد أن تعرفها سنضعها ضمن الخطة وضمن المشاريع. واضح؟ طيب نبدأ بجمع الأوراق ونشوف المعلومات الموجودة. شكرا. مع الثانية. شكرا. مع الثالثة. شكرا. مجموعة الأخير. تفضل ورقتكم. المهم عندي ماذا تريد أن تتعلم. طيب ممتاز. راح نجمعها الآن تتناقشون أنتم في المعلومات اللي ما تعرفونها على ما إحنا نضع الموضوعات الهامة. تفضلوا تناقشوا في موضوع الطقس. ماذا تريدون أن تتعلمون في هذه الفترة؟ فكر. Thank you.
طيب ممتاز يا شباب. دونت انا الان ابرز الاشياء التي تريدون ان تتعلمونها في الاشياء المعارف موجوده الان. الاشياء اللي انتم تريدون ان تتعلمونها الاشياء اللي موجوده في الدرس استثنيناها، الاشياء الجديده سنذكرها لكم وسندرسها مع بعض من خلال المعلومات التي تريدون ان تتعلمونها. بودي ان كل مجموعه منكم تذكر لي معلومة واحدة من المعلومات التي تريد أن تتعلمها، تتفقون عليها جميعا؟ فكر، اتفق، اتفقوا على معلومة واحدة من المعلومات الأربع اللي أعطيتوني إياها، معلومة واحدة، معلومة واحدة تريدون تتعرفون عليها فقط، هذه المعلومات اللي عندي كثيرة. أعطوني معلومة واحدة لكل مجموعة تريد أن أتعلم حتى أدخلها ضمن خطتنا الدرسية. طيب نسمع، نسمع، خلونا نسمع أولا، خلونا نسمع المجموعة الأولى شتاء. ما هي المعلومات التي تريدون أن تتعلموا؟ خلونا نسمع زميلنا، ما هي المعلومة التي يريد أن يتعلمها؟ متى تتشكل الغيوم؟ كيف تتشكل الغيوم؟ كيف تتشكل الغيوم؟ هذه معلومة ممتازة ممكن ندرجها ضمن المعلومات. نسمع مجموعة ثانية هنا. أيوة. كيف نقيس درجة الحرارة؟ كيف نقيس درجة الحرارة؟ الجو حار، الجو بارد، الجو رطب، كيف نقيس درجة الحرارة؟ هذه معلومة كذلك ممتازة رح نتعلمها إن شاء الله بالطريقة العلمية المناسبة. طيب نسمع لي المجموعة، مجموعة الربيع. أحمد، ما هي المعلومة التي تريدون أن تتعلمونها في وحدة الطقس؟ كيف يحدث البرق؟ كيف يحدث البرق؟ كيف يحدث البرق هذا؟ احنا نشوف الآن والمشهد الأول اللي في الفيلم الأول شفنا البرق، كيف يحدث البرق؟ ها؟ راح نتعلم، هذه معلومة ممتازة، سنبحث فيها إن شاء الله ونتعلمها. جميل، نسمع المجموعة الرابعة والأخيرة، ماذا تريدون أن تتعلمون في وحدة الطقس؟ كيف يخرج صوت من الرعد؟ كيف يخرج هذا الصوت العظيم من الرعد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ويسبح الرعد بحمده. كيف هذا الصوت العظيم يخرج من الرعد؟ سنتعرف بإذن الله وسنتعلم هذه المعلومات إضافة إلى المعلومات الكثيرة في الطقس. فهيا لنبدأ خطتنا. طبعا سنكمل المشاريع البحثية اللي خاصة عن الطقس، سنكملها إن شاء الله في الهواء الطلق حتى تكون المشاريع أكثر نضج، وستكون إن شاء الله غدا في متنزه الملك عبد الله البيئي عندنا ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم جميعا. نحييكم في متنزه الملك عبد الله البيئي. اليوم سنستكمل درس اقمناه داخل الصف الدراسي فيما يتعلق بالطقس والمناخ والبيئه. اليوم سنكون على الطبيعة. الخطوة الأولى هي أن نستكشف هذه البيئة الجميلة والكبيرة، نستكشف ونصف ما هو موجود، ثم إذا جلسنا نتفق مع بعض ونفسر هذه الأشياء التي اكتشفناها والأشياء التي وصفناها. فالآن سنبدأ الخطوة الأولى على بركة الله. سننتشر في هذا المكان ونصف ونستكشف ونفسر الأشياء التي نراها ونربطها بالمعلومات الموجودة عندنا التي أخذناها في داخل الصف الدراسي. فالآن سنبدأ
الخطوة الأولى على بركة الله. ننتشر الآن ونصف ونستكشف ونفسر الأشياء التي نراها، سواء من الأزهار، من الأشجار، من المياه، من المناخ، من الطقس، ثم بعد ذلك سنبني عليها مشاريعنا التي أخذناها في الدرس السابق. ننتشر جميعا. ننتشر. من خلال هذه الجولة ماذا شاهدتم؟ ماذا اكتشفتم؟ ماذا وصفتم؟ خلونا نتعرف. تفضل. استكشفت أن الأوراق مختلفة ليست على شكل واحد. الأوراق مختلفة ليست على شكل واحد، لماذا؟ نعرف. نعم، أن بعض الأشجار جذورها سطحية وبعض الأشجار جذورها عميقة. بعض الأشجار جذورها سطحية، بعض الأشجار جذورها عميقة، ما السبب؟ لماذا؟ ما تفسير هذا؟ راح نعرف إن شاء الله بعد قليل. نعم، تفضل. تفضل. أشعر أن الجو بارد رغم وجود الشمس. زميلنا يقول أن الجو بارد، ها؟ رغم وجود الشمس. ما التفسير العلمي لهذا؟ نعرف بعد قليل. خلينا نشوف استكشافاتكم. استكشاف جديد. تفضل. أن بعض الأشجار يوجد فيها شوك وبعضها بدون. أيوة، بعض الأشجار زميلكم يقول لنا فيها شوك وبعض الأشجار بدون شوك. شو السبب؟ ما الهدف من هذا؟ لماذا بعض الأشجار فيها شوك وبعضها ما فيه؟ راح نعرف إن شاء الله ونتعرف على هذا والتفسير العلمي لها إن شاء الله. من خلال المشاريع اللي عندنا أخذناها في الصف الدراسي واستكشاف موجود عندنا الآن، راح نوزع المجموعات تستكشف وتصف وتفسر الحادثة. طيب، المجموعة الأولى مجموعة الشتاء، مهارة كيف تستكشف، كيف تدفئ الأرض سطح، كيف تدفئ الشمس سطح الأرض. تفضل مع المجموعة حقتك، تفضلوا هناك. يلا، مجموعة رقم واحد. طيب، الاستقصاء، في أي جزء من الأرض تكون الشمس أقل حرارة؟ وين في أي جزء من الأجزاء؟ وين مجموعة رقم اثنين؟ الصيف. مجموعة الصيف. يلا، مجموعة الصيف، خذوا لكم مكان ويلا. مجموعة الربيع، أبيك تعمل لي مقارنة في ارتفاع درجة الحرارة. يعني ذكرتم سؤال قبل قليل، لماذا الجو بارد والشمس ساطعة؟ ها، فسر لي هذه الحادثة. مجموعة الربيع، وين مجموعة الربيع؟ تفضلوا هنا، خذ لكم صحيفة، خذ لكم قلم. مجموعة الخريف، أبيك تفكر الضغط الجوي أين يزداد، وكذلك الأشجار لماذا بعضها جذورها سطحية وبعضها جذورها عميقة؟ شو السبب؟ شو الهدف؟ يلا تفضل. مجموعة، تفضلوا إلى الجهة الثانية. يلا. أسقط أشعة خليه.
موسكو. وموسكو بعيدة. وموسكو. وموسكو بعيدة. بعيدة عن الاستواء. يعني اللي يكون قريب من خط الاستواء شو يكون درجة الحرارة؟ عالية. تكون عالية. طيب واللي يكون بعيد عن خط الاستواء عند القطبين شو تكون درجة الحرارة؟ بارد. طيب. أيوة. شن هي المناطق القريبة من خط الاستواء عندنا إحنا مثلاً؟ أيوة. مثل الأحساء. أيوة يعني مثل المملكة العربية السعودية وغيرها. المناطق فيها باردة هل هي قريبة من خط الاستواء أم بعيدة عن خط الاستواء؟ المملكة العربية السعودية قريبة ولا بعيدة؟ طيب ولذلك الجو فيها شو يكون؟ أيوة. طيب. المناطق البعيدة عند الأقطاب الشمالي والجنوبي يكون الجو حار فيها؟ لا لا. شو يكون الجو؟ بارد. ليه؟ لأنها بعيدة عن خط الأستواء. أيوة لأنها بعيدة عن خط الأستواء إذا يكون الجو فيها بارد. ممتاز. مجموعة ممتازة. أحسنتم. ممتاز. وصلنا معكم إلى المرحلة الأخيرة بعد ما شاهدنا، بعد ما وصفنا، بعد ما استكشفنا، بعد ما فسرنا. الآن راح نستمع منكم إلى بعض المنتجات حول هذا الدرس في الطقس وكذلك البيئة. أريد واحد منكم يصف لي ولو بكلمات يسيرة ماذا شاهد في هذا المتنزه البيئي. من يشاركنا؟ تفضل. شاهدت الطبيعة هذا اليوم فرأيت الماء والشجر وأشعة الشمس الساطعة، تعلمت منه الكثير والكثير. ممتاز. طيب تعلمنا كثيرا، اكتشفنا، فسرنا. ودي نستمع إلى أحد المشاريع التي بحثنا فيها، المجموعات الأربع. تفضل مجموعة الصيف. طبعا احنا وزعنا المجموعات الى اربع مجموعات، جميع الاربع مجموعات، الصيف والخريف والشتاء والربيع، وهذه الاربعه شو تشكل لنا؟ ايوه فصول الاربعه. تشكل لنا الفصول الاربعه اللي احنا جالسين بصددها والبحث. خلينا نسمع زميلكم بحثوا في موضوع درجه الحراره ولماذا هنا بارده ولماذا هناك حاره. خلنا نسمع زميلكم ماذا بحثوا فيه. تعلمنا هذا اليوم وفسرنا ارتفاع درجة الحرارة عندما تقرب من خط الاستواء، وتكون البرودة أكثر عند القطبين لابتعاد عن خط الاستواء. جميل. يعني أنتم الآن وصلتوا بنتيجة إلى أن درجات الحرارة تكون أكثر وين؟ في أي منطقة درجة الحرارة مرتفعة؟ مرتفعة عند القطبين. برد حر يعني عند القطبين؟ برد يعني مش مرتفعة. أيوة. متى تكون الحرارة منخفضة جدا؟ برد. أين يكون؟ لا عند القطبين. عند القطبين. عند القطبين تكون الحرارة منخفضة. لماذا الحرارة منخفضة؟ فكر. ليش الحرارة يصير برد عند القطبين؟ لماذا؟ لماذا؟ أيوة. بعيد عن خط الاستواء. بعيد عن خط الاستواء في القطبين، هذه الكرة الأرضية في القطبين، خط الاستواء بعيد. طيب لما نسأل سؤال نقول أيهما أشد حرارة عندنا في الأحساء أو في أي منطقة في أوروبا، لو نقول موسكو مثلا، أيهما أشد حرارة ولماذا؟ ولماذا؟ نعم في الأحساء أشد حرارة، لماذا؟ فكر. ليه؟ لأن الأحساء قريب من خط الاستواء وموسكو بعيد عن خط الاستواء. ممتاز. لأن الأحساء قريبة من خط الأحساء، الأحساء أو الدول، دولنا الآسيوية بشكل عام مثلا تكون قريبة، دول الخليج تكون قريبة، لكن أوروبا مثلا وبعض الدول في أمريكا الجنوبية مثلا والشمالية تكون بعضها متجمد. ليه؟ لأنها تكون في القطبين. ممتاز. نحيي زميلنا، نحييه. طيب مشروع آخر من المجموعات الأربع، ماذا بحثنا عن هذا اليوم؟ ماذا استكشفنا؟ ماذا بحثنا عن؟ امتداد طبعا لدرسنا السابق. أيوة. نسمع المجموعة الثانية. مجموعة إيش؟
مجموعة الشتاء. تفضل مجموعة الشتاء، خلينا نشوف ماذا توصلوا إليه هذه المجموعة. بحثنا وتعلمنا واستكشفنا هذا اليوم كيف تدفئ الشمس سطح الأرض حيث تسقط أشعة الشمس على الأرض وتدفئها. زملائكم بحثوا كيف أشعة الشمس هذه الآن اللي تجينا من فوق كيف تدفئ الأرض، كيف تدفئ الأرض، فكيف تدفئها عن طريق إيش؟ عن طريق أشعة الشمس. عن طريق أشعة الشمس، يعني عندما تسقط أشعة الشمس. طيب نستمع كذلك. تفضل. تعلمنا أن نكثر في البحث. أيوة تعلمنا أن نبحث أكثر وأكثر. جميل، كلما بحثنا كلما توصلنا. جميل. أيوة تفضل. تعلمت أن عند الظهر في فصل الصيف تكون الشمس عمودية. أيوة في فصل الصيف عندما تكون الشمس عمودية تكون أشد برودة ولا حرارة؟ حرارة. حرارة. جميل، هذه نقطة مهمة. أيوة تفضل. عندما تكون الشمس عمودية تكون الحرارة أشد. نعم. على بأن عندما نقترب من خط الاستواء تكون الحرارة أكثر. جميل جميل تفضل. أيوة عندما تكون بعيدة المدن تكون باردة وعندما تكون قريبة خط الاستواء تكون حارة. جميل كذلك. خلونا نخرج من الصندوق. نعم. تعلمت أن أشكال الأوراق ليست متشابهة. تعلمنا أن أشكال الأوراق ليست متشابهة في هذه البيئة. جميل. طيب. تعلمنا الفصول الأربعة. جميل. أيوة. عادل. تعلمنا أن بعض الجذور سطحية وبعضها غميرة. ممتاز. تعلمنا كذلك أن بعض الجذور سطحية وبعض الجذور تكون عميقة. تكون عميقة. جميل. جميل. أيوة. أن بعض الأشجار يوجد فيها شوك. بعض الأشجار يوجد فيها شوك وبعض الأشجار لا يوجد بها شوك. تعلمنا وفسرنا هذه الظاهرة. نعم. تعلمت عن أن الجو بارد وكيف يكون الجو بارد ووجود الشمس. تعلمنا كيف احنا في الشتاء والشمس موجودة ومع ذلك درجة الحرارة منخفضة. أيوة تفضل. تعلمنا كيف تدفئ الشمس الأرض. تعلم زميلكم من مجموعات الأخرى كيف تدفئ الأرض. كيف تدفئ الشمس سطح الأرض. قلنا متى تدفئها، متى تدفئ الأرض. أيوة أيوة عندما تسقط أشعة الشمس على الأرض تدفئ الأرض. جميل جميل كذلك. إذا كانت الشمس عمودية. ممتاز ممتاز. فوائد كبيرة جدا تعلمناها من خلال هذا الدرس. ختاما نريد أن نقوم هذا الدرس، يعني هل إيجابياته، فرص التحسين، ماذا نقترح في القادم، هل الدرس مناسب غير مناسب، نريد أن نسمع منكم. تفضل. جميل. تعلمنا استكشفنا جربنا. ممتاز. نحيي زميلنا. نحيي. ممتاز تفضل. طيب جميل نسمع إلى شخص آخر. تفضل. توزيعنا على مجموعات جعلني أفهم الدرس أكثر. ممتاز. توزيعنا زميلكم يقول توزيعنا على المجموعات جعلنا نفهم الدرس بشكل أكثر لأنها لما تقل المجموعة تكثر الفائدة. ممتاز بارك الله فيك. نحيي زميلنا. نحيي. طيب أسمع المجموعة اللي هناك. تفضل. أقترح أن تفضل هنا عشان زملائك يشوفونك. أقترح أن تتغير المجموعات من الشتاء للصيف. أي يعني قصدك أن يكون مجموعة الصيف تروح للشتاء تبحث في الشتاء ومجموعة الشتاء تبحث في الصيف. ممتاز هذا اقتراح. ممتاز إن شاء الله سنطبقه. نحيي زميلنا. ممتاز اقتراح جميل. طيب أسمع. تعال تفضل يا تركي. تفضل يا تركي. يقترح أن تكون الدروس المخصصة في أماكنها. جميل. زميلكم يقترح أن الدروس تكون في أماكنها الرئيسية وإحنا إن شاء الله نحاول أن كل درس نطبقه في مكانه الرئيسي. نحيي زميلنا. ممتاز. طيب جميل نسمع شخص آخر. تفضل عبد العزيز. أقترح أن الدرس القادم يكون على الصخور ونطبقه على قمة
يقترح زميلكم أن درس الصخور لأن راح نأخذه في الدرس القادم يكون في منطقة جبلية، نتمنى ذلك. اقتراح جيد، اقتراح جيد. طيب في نقد للدرس مثلا، أو يعني نقول والله كنا نتمنى كذا، هذا شيء جيد، أنا ودي أسمع منكم، ودي أسمع منكم نقد. من عنده نقد للدرس يقول والله كنت أتمنى يكون كذا؟ تفضل. كنت أتمنى أن نكون هنا في وقت العصر. ممتاز، زميلكم يقترح اقتراح جميل أن الوقت الدرس يكون في وقت العصر. ليه؟ لأن الحين حر. أيوة حر. الجو حار مثلا، ويوده أن مثلا نكون في وقت العصر. وهذا إن شاء الله نأخذ موافقات أولياء أموركم وإن شاء الله، لكن اقتراح جيد، تستحق هدية عليه إن شاء الله. نحيي زميلنا. طيب نستمع إلى نواف. تفضل. أيوة. أتمنى أن ينزل مطر. نواف يقول لك في يقول لك كنت أتمنى أن ينزل مطر، حتى لأن أي مجموعة أنت؟ مجموعة الصيف، يبي ينزل مطر يتبرد شوي. شكرا. طيب جميل يا شباب، أشكركم شكر من الأعماق على هذا الدرس الجميل، وعلى هذه وعلى هذا التفاعل الرائع، وعلى هذه الفائدة التي استفدناها. تعلمنا أشياء كثيرة، استكشفنا، شاهدنا، فسرنا، وصفنا، أخذنا هذا الدرس، عشنا جميع لحظات الطقس والبيئة. فأشكركم جميعا جدا 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 على ما قدمتم، واستفدتم فائدة رائعة من هذا الموضوع. وأعدكم إن شاء الله تعالى أن احنا نطبق مثل هذا الموضوع وغيره في الأماكن الرئيسية خارج نطاق الدرس، أكثر إبداعا، أكثر إمتاعا، أكثر فائدة. فإن شاء الله تعالى نتمنى دروس قادمة تكون أكثر نفعا وأكثر قوة. ما أطلبه منكم الآن هو أن كل واحد منكم يعد تقرير علمي حول هذا الطقس من أول يوم بدأناه في الصف الدراسي الحصة الأولى، وهذه الحصة اللي موجودة الآن. وسيكون هناك إن شاء الله مسابقة في أفضل درس، في أفضل تقرير علمي يقدمه كل مجموعة، كل مجموعة تقدم تقرير علمي من بداية درس الطقس إلى الختام والتوصيات، وتضعه في ملف إنجاز كل مجموعة. أتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم جميعاً.